بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، عايزين الدرس. هاتها لي. ايوه بس تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي طلاب الصف الثالث من المرحله الاعداديه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما سيكون، ما هم في ثالثة. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ حد سمعني يا شباب؟ فاروق وعبد الرحمن وادهم وعلي. وزياد ومحمد. الو ستار، ايوه حبيبي معاك. مين؟ في واحد مش عارف يخش. ليه يا حبيبي؟ زي ما كل ما مرة. ايه المشكلة عندك؟ استنيك تدخله. انا ستار، نعم حبيبي، مستنيك تدخله. انا عامل انفايت للكل. ما فكرت ان هم عايز صوتك بيقطع. المفروض حضرتك ما ياخدوا. خليك معايا كده ثواني. معاكم يا شباب. طيب يحاول برضو مرة تانية يدخل معانا. اكتر الشاشة اللي هو قال لهم please get starting host will let you in soon. دي بيظهر لك انك تعمل نقش. طبعا الصوت بيقطع خالص، انا مش سامع كويس. عامة يعني اللي بيحاول يخش عنده المشكلة يحاول مرة تانية. علي؟ أيوة يا علي. ليه الناس كلها مالها؟ الناس كلها إيه؟ الصوت بيقطع. طيب معلش، نخش في الدرس بتاعنا، ولو في أي مشكلة هنحاول نحلها إن شاء الله. برضو هناخد قطعة قراءة متحررة زي ما مشينا برضو الحصة اللي فاتت، خدنا قراءة متحررة. حد قرأ القطعة اللي فاتت وحاول يشوف معاني الكلمات ويحل الأسئلة اللي كانت موجودة عليها؟ طيب ماشي، النهاردة بناخد قطعة قراءة جديدة تحت عنوان التذوق الفني. بتقول: التذوق الفني مهم جدا في حاضر حياتنا ومستقبلها. التذوق الفني مهم جدا في حاضر حياتنا ومستقبلها. طب ايه أهمية التذوق الفني لحياتنا ومستقبلنا؟ نشوف الجملة اللي بعدها. فهو ترسيخ لقيم الجمال والحيوية والحرية والتنسيق والحضارة في النفس البشرية. فهو ترسيخ، ترسيخ بمعنى تثبيت، تأصيل، لقيم الجمال، قيم جمع قيمة، لقيم الجمال والحيوية، الحيوية التفاعل النشاط، والحرية والتنسيق والحضارة في النفس البشرية. يبقى ما يجي يقول لي
ما أهمية التذوق الفني لحاضر حياتنا ومستقبلها؟ الإجابة هتكون واضحة، أهميته ترسيخ قيم الجمال والحيوية والخير والحب والتنسيق والحضارة في النفس البشرية، تمام؟ ومستقبل أي أمة من الأمم يشرق بالإبداع الفني والأدبي والعلمي لأبنائها. هنا ربط بين الإبداع الفني ومستقبل أي أمة، أو العلاقة ما بين الأمة والإبداع الفني. فبيقول لك مستقبل أي أمة من الأمم يشرق، معنى يشرق يضيء ينير يتلألأ، ليها معاني كثيرة. مستقبل الأمة بيشرق ويضيء عن طريق الإبداع الفني والأدبي والعلم. يبقى عندي ثلاثة أنواع من الإبداع: إبداع فني، الفنون، رسم، نحت، تمثيل وغيرها من الفنون. عندنا إبداع أدبي، شعر، خطب، حكم، أمثال، مسرح. وعندي إبداع علمي، العلوم بمختلف فروعها. فهنا الربط بين مستقبل الأمة وإبداعها الفني. فبيقول لي إن مستقبل الأمة يصبح مشرقاً مضيئاً إذا أخذت الأمة بأسباب الإبداع الفني والأدبي والعلمي لأبنائها. ويأتي هذا الموضوع المهم لتوضيح ما للفن التشكيلي من أثر في الطفل وواقعه ومستقبله. هنا بقى بندخل على حتة مخصصة، يعني الجزء الأول بيتحدث عن التذوق الفني والإبداع الفني بصفة عامة. هنا بيدخل بقى في جزئية الطفل. هل الفن التشكيلي زي ما قلت لك الرسم والنحت والحاجات دي كلها، هل الفن التشكيلي له أثر في الطفل، أثر في الواقع والمستقبل؟ فهو جزء لا يتجزأ من الإبداع. الفن التشكيلي جزء لا يتجزأ من الإبداع عند الأطفال، لذا وجب الحرص على تنمية الفن البصري التشكيلي. ها معلش الصوت بيقطع، حاول بالراحة كده كلمني ثاني. صوتك بيقطع. صوتي أنا اللي بيقطع؟ طيب هحاول اعيد تاني. ايوه ادهم يا مستر، عارفين يخش يقول لحضرتك كتبت ان هما يخش. طيب هجيب معلش استاذ محمد بيقول له في اولاد مش عارفين يخشوا، هاي المشكله دي ممكن يبقى حل. طيب احنا بعتنا نجيب الفني يشوف لنا لو في مشكلة نقدر نحلها مع بعض للناس اللي مش عارفة تخش. وزي ما قلت أنا هرجع تاني للقطع واشرحها من الأول وندردش فيها مع بعض. فزي ما كنا بنقول الفن التشكيلي وأثره في الأطفال، والبعض يعني ما عارفش يعني إيه فن تشكيلي، بيندرج تحته أشياء كثيرة زي ما قلت لك، رسم، نحت، تشكيل بالصلصال، يعني حاجات كثيرة في الفن التشكيلي. فهو جزء لا يتجزأ من الإبداع، لذا وجب الحرص على تنمية الفن البصري التشكيلي كجزء من التربية الجمالية عند أطفالنا. وجب الحرص على تنمية الفن البصري، لأن الفن التشكيلي أول حاجة يرى بالعين، يعني الرسم
الطفل بيشوف رسمة بيحاول يقلدها، بيشوف الألوان تناسق الألوان ماشي، بيشوف الأبعاد. يعني لما بيجي يرسم جسم إنسان يعني ما ينفعش نعمل الرأس أكبر من الجسد، فهنا في تناسق بصري. في شباب مش عارفين يدخلوا، ها شباب، الشباب اللي كانوا مش عارفين يدخلوا دخلوا ولا لسه؟ ها دخلتوا؟ انا دخلت بس نور جمال. ماشي ماشي، كان في خمسه كده معايا، الخمسه دول دخلوا؟ ماشي. يعني هو مفترض مش نعمل فتح لاي حد يخش. لا مش عايز اعرف ليه ما هو يخش جديد ده؟ ياخد اسم جديد. تمام. ها كله معايا كده يا شباب؟ نرجع تاني نكمل. زي ما قلنا الفن التشكيلي، الطفل لازم نهتم بتنمية هذا الفن عند الطفل، لأن هو فن أولا بصري، لأنه بيعتمد على البصر زي ما قلت لك، ألوان وتناسق ألوان وتناسب الألوان، أحجام. أما بتيجي ترسم حاجة ما ينفعش ترسم شيء مختلف عن الواقع، زي ما قلت ترسم جسم إنسان أكبر من الجسد، إلا إذا كان فيها كاريكاتير أو بترمز لحاجة معينة، ده شيء تاني. لكن أنا بكلم على الفن التشكيلي البسيط، فيجب الحرص على تنمية الفن البصري التشكيلي كجزء من التربية الجمالية عند أطفالنا، وتنمية مهارات الابتكار لدى الأطفال عن طريق الرسم وغير من الأنشطة الأخرى. لازم هنا أنا أستشعر، أنا بقى كأب كمعلم أشوف الطفل الصغير ده مهاراته إيه، ميال لإيه، فلازم أنمي. لو لقيت عنده مهارة معينة لفن معين لازم أنمي هذه المهارة، تمام، بأشكال مختلفة. زي ما قلت طفل حسيت ان عنده مهارة الرسم، لازم اشجعه امده بالادوات الضرورية للرسم، ورق، الوان، الوان مختلفة، تمام، نشوف كده افكاره هو بيفكر في ايه، احاول اساعده، عايز يبتكر حاجة جديدة احاول اوفر له كل السبل، تمام. فدي حاجة مهمة جدا بالنسبة للآباء تجاه أبنائهم والمعلمين تجاه طلابهم الصغار. فهرجع تاني نقول القطعة من الأول عشان الناس اللي ما كانتش معانا. التذوق الفني مهم جدا في حاضر حياتنا ومستقبلها. يبقى هنا بيحط لي جملة صريحة، التذوق الفني، بمعنى ان انا يبقى عندي قدرة على اني اتذوق هذا الفن. وقلنا معنى كلمة فن يشمل حاجات كتير، لوحة مرسومة، مجسم، حاجة منحوتة، فن بقى مسرحي، فن أدبي، فن علمي، يبقى عندي حاجة تذوق فني، إن أتذوق ما القيمة الجمالية في هذا الشيء أيا كان هذا الشيء. فعشان كده بقول لك التذوق الفني مهم جدا في الحاضر والمستقبل. ليه؟ لأنه الترسيخ
وقلت انا معنى كلمه ترسيخ تثبيت تأصيل لقيم الجمال والحيويه والحريه والتنسيق والحضاره في النفس البشريه. يعني التصور الفني بيرسخ في النفس اشياء كثيره، بيرسخ في النفس حب الجمال، بيرسخ في النفس حب الجمال، الحيويه، الحريه. الحريه شيء مهم جدا عند الانسان، هي شيء مهم عند الحيوان. هات عصفور كده واحبسه هتشعر بمدى ما يعانيه هذا الطائر من الحبس، فما بالك بالإنسان. يبقى بنرسخ قيم جمال، حيوية يعني نشاط، حرية، تنسيق، حضارة، كل ده يتم ترسيخها في النفس البشرية. والفقرة الثانية هنشوف بقى الربط بين الأمة والإبداع الفني. فبيقول مستقبل أي أمة من الأمم يشرق بالإبداع الفني. يبقى السؤال، ما أثر الإبداع الفني على الأمم أو على مستقبل الأمم؟ هتقول له إيه؟ أن مستقبل أي أمة يشرق أي يضيء ينير بالإبداع الفني والأدب والعلم. يبقى ما نوع أو ما أنواع الإبداع كما فهمت من الفقرة؟ أسمع كده أي حد يقول لي أنواع الإبداع المختلفة اللي موجودة في الفقرة. ده علمي؟ أيوة، فني وأدبي وعلمي، تمام خلاص. يبقى أي أمة تريد أن يكون مستقبلها مستقبل مشرق عليها بالإبداع بكل أنواعه، الإبداع بكل أنواعه. أنا عندي هنا ثلاث أنواع، بس تحت كل نوع بيندرج أشياء كثيرة مختلفة. فما قلت إبداع فني، مين يقول لي زي إيه الإبداع الفني؟ أسمع حد كده؟ إبداع فني زي إيه يا شباب؟ مش سامع حد خالص. يعني إيه إبداع فني؟ أنواعه إيه؟ طيب أقول أنا، إبداع فني يندرج تحته رسم، نحت، موسيقى، تمثيل وغيره من أنواع الإبداعات الفنية. إبداع أدبي زي كتابة الشعر، القصص، روايات، مسرح، ده إبداع أدبي. إبداع علمي، اختراع، ابتكار، تطوير. فبيقول لك إن مستقبل الأمة يصبح مشرقا مضيئا عن طريق الإبداع بكل أنواع لأبناء هذه الأمة. ويأتي هذا الموضوع المهم لتوضيح ما للفن التشكيلي من أثر في الطفل وواقعه ومستقبله. الفن التشكيلي يعني إيه فن تشكيلي يا شباب؟ شباب يعني ايه فن تشكيلي؟ حد بيمارس الفن التشكيلي منكم؟ طيب أه
قايلها يعني الفكرة مستر دي المفروض والله ما سامح حاجة، معلش الصوت بيقطع. مين اللي بيتكلم أصلا؟ أنا على يا مستر دلوقتي كتبها في القطعة أصلا، لو القطعة علي سامح برضه الصوت بيقطع، يعني معلش يعني أنا آسف طبعا، النت بقى فيه مشكلة، الصوت بيقطع. المهم إن أنتوا على الأقل تبقوا سامعيني كويس يعني. فبنقول الفن التشكيلي زي ما قلنا بيندرج تحته رسم بمختلف أنواعه، نحت، تشكيل. فيجب الحرص على تنمية هذا الفن التشكيلي اللي وصفه ببصر، لأن الفنان يعني أهم حاجة الأول عينيه بتشوف ايه عشان ينقل اللي بتشوفه عينيه في صورة بقى لوحة، حاجة منحوتة، يشوف الألوان وتناسق الألوان، الأحجام، ماشي. فلازم نهتم بتنمية الفن البصري التشكيلي كجزء من التربية الجمالية عند الأطفال، لأن احنا بنقول إن الفن التشكيلي ده مفترض يربي في الطفل حب الجمال. حب الجمال، الطفل ممكن يشوف شجرة يحاول يرسمها بالجذع بتاعها، بفرحها، فيها ثمار، فيها ورد، فيها أي شيء، ويحاول يعمل تنسيق ما بين عناصر الشجرة، الألوان بتاعتها يعني لازم تبقى مناسبة للشيء اللي بيترسم، تناسق الألوان، الورق بيبقى ليه لون معين، الجذع ليه لون، الزهر اللي على الشجرة ليه ألوان مختلفة، وهكذا. فده بنقول بيعتمد على البصر أولا، بيربي حب الجمال عند الطفل، بيربي حاجة تانية، تنمية مهارات الابتكار لدى الأطفال. يعني زي ما قلنا الفن التشكيلي بيشمل حاجات كتير، لأن عندي الإبداع الفني أو الإبداع فني وأدبي وعلمي إلى آخره. فيجب على الآباء بالنسبة لأبنائهم والمعلمين بالنسبة لطلابهم تنمية مهارات الابتكار لدى الأطفال عن طريق الرسم. زي ما قلت لك أهو، بشوف الطفل عينه شايفة إيه، عنده ملكة الرسم، بحاول أوفر له احتياجاته عشان ينمي هذه المهارة لديه، فعن طريق الرسم وغير من الأنشطة الأخرى. زي ما اتفقنا أنا عندي فيه إبداع علمي، طفل بيحب يركب حاجات، يخترع حاجة صغيرة كده بسيطة، أنا أشوف مهارته في أي اتجاه وأحاول أني أنمي هذه المهارة لدى الطفل. تمام؟ يبقى القطعة الثانية تتحدث عن التذوق الفني وأهميته في الحاضر والمستقبل من حيث كونه ترسيخ لقيم ومبادئ الجمال والحيوية والحرية والحضارة والتنسيق في النفس البشرية. وبيقول إن مستقبل الأمم يصبح مشرقا إذا التزم أبناء هذه الأمة بالإبداع الفني والأدبي والعلمي. تمام؟ لأبنائه. ثم يتحدث عن الفن التشكيلي وأثره على الطفل من حيث الواقع والمستقبل، فهو جزء لا يتجزأ من الإبداع. الفن التشكيلي جزء من الإبداع بصفة عامة، عشان كده يجب الحرص على تنمية الفن البصري
التشكيلي كجزء من التربية الجمالية عند أطفالنا. فن بصري تشكيلي، أشوف الطفل يعني بتشوف إيه، بتحب إيه، بعد كده أحاول أنمي هذه الموهبة عند الطفل، سواء بقى زي ما قلنا رسم، نحت، تشكيل، حاجات بالصلصال، خلاص، وتنمية مهارات الابتكار لدى الأطفال عن طريق الرسم وغيره من الأنشطة. يبقى نصيحة طبعا بنقدمها للآباء والأمهات، إذا وجدت ملكة أو موهبة عند طفل إنه يمسك قلم ويشخبط ويعمل، ما نحاولش يعني نعرفه أو نقول له إن إيه ده الشخبطة اللي أنت بتعملها، إيه اللي أنت بتوسخ كذا، أنت لا بالعكس، أنا أحاول أنمي المهارة دي عنده، تمام؟ أجيب له ورق أبيض كده، أهو يلا حبيبي ورق أبيض، وارسم اللي أنت عاوزه، شكل اللي أنت عاوزه، حط الألوان اللي أنت حبيبها، وهكذا أنمي المهارة دي ولا أحبطه، تمام؟ أو أقول له اللي أنت بتعمله غلط، لا، أترك له الحرية في عمل ما يريد. طيب مع بعض بقى نحل كده سؤالين وهسيب لكم الباقي تحلوا واجب. استخرج من الفقرة كلمة مرادفها تثبيت. السؤال ده معناه إيه؟ يعني في الفقرة كلمة بمعنى تثبيت، فين الكلمة دي يا شباب؟ ها حد يحلها؟ ترسيخ، برافو عليك، جميل. طيب كلمة مضادها العبودية، يعني في كلمة في الفقرة الحرية، برافو عليك يا علي، ماشي. طيب ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارة الصحيحة أو الخاطئة. التذوق الفني يرسخ قيم الجمال والحرية والحيوية اللي احنا عمالين نرغي فيها من الصبح، هل ده صح ولا غلط؟ صح، برافو. طيب للفن التشكيلي أثر ذميم. أولا لازم تعرف يعني إيه كلمة ذميم. ذميم يعني إيه؟ ها حد يرد علي؟ يعني إيه؟ معلش، يعني ذميم يعني مش عارفينها. شفت بقى، لو في كلمة أنت مش عارفها في السؤال هيبقى السؤال بالنسبة لك صعب، إنما مجرد ما عرفتها هيبقى السؤال سهل. معنى ذميم يعني قبيح أو سيء. هل الفن يبقى برافو عليك، شفت لما عرفت كلمة ذميم إنها قبيح عرفت إن العبارة هنا خطأ، تمام يا شباب؟ طيب عندي جيم عايزك تحلهم، وزي ما قلت لك تتواصل معايا عن طريق أي طريقة، الواتس، جروب، أي حاجة. في سؤال عندك مش فاهمه، في حتة مش فاهمها، ممكن دي نبقى نشوفها مع بعض على الخاص، ماشي يا شباب؟ طيب السؤال الثاني، كيف نغرس الجمال وحب الإبداع في نفوس أبنائنا؟ وزي ما قلت لك معنى الكلمة لو عرفته هيسهل لك السؤال. كيف نغرس الجمال؟ يعني إيه نغرس؟ ها حد يقول لي كده؟ نخلي يعني اولادنا يحبوا الجمال، يحبوا الابداع، يعني نزرع يعني. ايوه نغرس يعني نزرع، نزرع الجمال. طبعا هي فيها صوره بلاغيه بمعنى نحط الجمال في نفوس ابنائنا، نخلي ابنائنا يستشعروا ويشعروا بالجمال، اي نوع من انواع الجمال، جمال بصري، جمال سمعي، ماشي؟ يبقى عرفت يعني نغرس الجمال يعني ايه، تمام. طيب ان شاء الله زي ما قلت لك هتحاول تحل جيم ونتواصل، ولو حد لي اي سؤال او استفسار يتواصل معايا وانا معاكم طوال الاسبوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد انزل لي بس لو سمحت بسرعه كده على الاستاذ صلاح لو سمحت. شكرا يا حماد، شكرا. دقيقه واحده بس المستر يعمل حاجه وخلاص. معلش ما كلنا بنبدا متاخرين والله. لا لا احنا دقيقه قبل 12 احنا بنستناك بربع ساعه بيعمل ايه؟ ستوب شير ولا بيعمل ايه في الاخر؟ هو فتح